السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل وعلا في هذا المجلس المبارك أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله أن يجزي الإخوة الذين قاموا بترتيب هذه اللقاءات خير الجزاء، وأن يجزيكم أنتم أيضا خير الجزاء بهذا الحضور المبارك. هذه الدروس التي معنا ليست قراءة من سلسلة معينة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما تبدأ في سيرة صلوات ربي وسلامه عليه فتبدأ من مولده المبارك ونشأته وشبابه ثم بعثته عليه الصلاة والسلام، فأنت ستضطر أن تمر على أشياء ربما تكون مكررة عند أكثر السامعين. ولذلك أنا سأتكلم هنا كما تكلمت في الدروس السابقة عن قواعد من السيرة النبوية، قواعد في فنون التعامل مع الناس، قواعد كيف تجعل نفسك محبوبا عند الآخرين، كيف تستطيع أن تحل مشاكل الآخرين، كيف تستطيع أن تنصحهم، أن تقدم لهم الخير. عدد من هذه القواعد ذكرها أهل العلم، وعدد من هذه القواعد هي موجودة في بعض الكتب التي ألفها أطباء واجتماعيون تتكلم عن فنون التعامل مع الناس. أخذت هذه القواعد ونزلتها على سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل عدد من هذه القواعد ألفت في كتب يعني ألفها ناس غير مسلمين، فهم إذا ذكروا أمثلة مثلا يتكلمون عن الابتسامة مثلا أو عن كظم الغيظ أو كذا، ويذكرون أمثلة عن جون وجاك وروزفلت ولينكون ونحوه، فأنا أخذ هذه القاعدة وأبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء يعني هي أحسن من تلك الأمثلة المذكورة في تلك الكتب. ولذلك سنمر بإذن الله تعالى على عدد من القواعد، أجزم بإذن الله أن الذي سيطبق ما نقوله من فنون التعامل مع الناس والدخول إلى قلوبهم وغير ذلك سوف يستفيد إن شاء الله تعالى في حياته استفادة حقيقية. الناس اليوم تجد أنهم يختلفون في محبة الناس لهم، يعني مثلا تجد معلم إذا خرج في ساحة المدرسة التم عليه 4 أو 5 أو أكثر من الطلاب يسلمون عليه، وربما لو كانت معهم جوالاتهم صوروا معه. تجد أن إذا خرج من مصلى المدرسة أقبل إليه مجموعة وسلموا عليه أيضا، بينه وبينها الطلبة علاقة خارج المدرسة أحيانا باتصال تلفوني أو مراسلة أو نحوه. طيب السؤال، هناك مدرس آخر في نفس المدرسة لا يحمل هذه المحبة في قلوب الطلاب، وتجد أن المدرس الثاني يمشي في يعني ممرات المدرسة يمين ويسار ويطلع من مصلى المدرسة ما في ولا طالب يأتي يسلم عليه ولا ربما يعني يشكو له مشكلة معينة أو نحوه. السؤال، ما الذي جعل المدرس الأول جاذبا والمدرس الثاني غير جاذب؟ هل تتوقعون أن المدرس الأول تخصصه مثلا رياضيات والثاني فيزياء فالطلبة يحبون الرياضيات أكثر من الفيزياء مثلا؟ هل هذا هو السبب؟ أو المدرس الأول مثلا نسبه رفيع والثاني أقل منه؟ أو المدرس الأول صار في المدرسة 20 سنة والثاني 10 سنوات؟ هل الفرق هو في عدد السنوات ولا في النسب ولا في كثرة المال ولا في التخصص، أم السبب آخر الذي يجذب الطلاب؟ ما الذي جذبهم الأول به؟ إيش؟ التعامل، صح؟ الأخلاق والمعاملة، استطاع بالأخلاق والمعاملة أن يجذب الطلاب، والله لا جذبهم بماله ولا جذبهم بنسبه الرفيع ولا قوة جسده ولا، إنما طريقة معاملته جذبت هؤلاء الطلاب. طيب هذه الطريقة ألا يمكن أن نتعلمها؟ بلى. تجد أحيانا زوج تحبه زوجته، بينما زوج آخر ربما كان أكثر منه مالا وأجمل منه شكلا وأرفع منه نسبا، ومع ذلك زوجته تبغضه ولا تطيق رؤيته، بينما الزوج الأول تحبه زوجته وتفرح بلقائه، وإذا اتصل عليها تفرح، وإذا أرسل لها بالواتساب تفرح،
طيب السؤال، ما الذي جعل الأول جاذبا لها مع أنه فقير ومسكين على قد حاله، والثاني مع كثرة ماله ما استطاع يجذب زوجته؟ إيش اللي جعل الأول جاذبا لها تتوقعون؟ الأخلاق وحسن المعاملة والقدرة على التلطف معها حتى سحرها. وكذلك قل في مثل هذا في الزوجات، أنت لو تتزوج امرأة من أجمل النساء وأرفعهم نسبا وبنت ناس مثل ما ينقولون، لكنها سيئة التعامل معك، سيئة الخلق، والألفاظ سيئة، ودائما معبسة في وجهك، وتتصل بها 20 مرة يا الله ترد في الرقم 21، وترسل لها رسالة بالواتس أب وتلقاها متصل الآن صار لها 10 ساعات ولا فتحت رسالتك، طيب السؤال، هذه بتخليها على ذمتك؟ يصبر عليها. يصبر عليها. طيب يعني ما حدك الله على العذاب يا أخي. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يعني في غالب الأحيان أن الزوج لا يستطيع أن يصبر إلا طبعا إذا كان في ظروف معينة يعني، لكنه لن يفرح بالرجوع إلى البيت لأنها لن تلتقيه بوجه باسم ويعني وكلام طيب وكذا، بينما المرأة التي تستقبل زوجها بالابتسامة الحلوة والكلام الطيب والضحكة الجميلة وتحتفي به، التعامل يستطيع أن تسحر به المرأة زوجها. خطيب جمعة مثلا، ما الذي يجعل هذا الخطيب يزدحم مسجده من قبل الخطبة بساعتين ربما، والذي يأتي إلى الخطبة قبلها بساعة ربما صلى في الشارع، بينما وإذا خطب فمنهم الباكي ومنهم المتأثر ومنهم المتفكر، بينما خطيب آخر تجد أنه يخطب خطبة يعني ينتصف في الخطبة وربما اقترب من ختامها والمسجد ما فيه إلا نصفه، والناس أيضا منهم المتلفت ومنهم. طيب السؤال، ما الذي جعل الخطيب الأول قادرا على جذب الناس والثاني الناس يتلفتون ويتفلتون؟ أنا أعطيكم السبب. السبب الحقيقي لون البشت الذي يلبسه الخطيب، صح؟ الأول يلبس بشت أسود عشان كذا جذب الناس، والثاني يلبس لبس بشت أبيض فالناس ما التفتوا إليه، صح؟ لو لبس الثاني أسود جذب الناس، صح ولا لا؟ لا. طيب يعتمد على لون الفرش في المسجد، لون السجاد، هل السبب هذا هو السبب؟ يعتمد على الدرجة العلمية عند الخطيب، الأول لأنه يحبونه الناس ويستمعون إليه لأن معه دكتورة والثاني ما معه دكتورة مثلا يعني، هل هذا هو السبب؟ إيش السبب اللي جعل الأول جاذب؟ الأسلوب. طيب الأسلوب، إذا نحن جميعا نتفق إن نجاحك في الحياة، في خطابتك، في تعاملك مع زوجتك، تعاملك مع أبنائك، تعاملك مع زملائك، تعاملك مع طلابك، تعاملك مع جيرانك، تعاملك مع جماعة مسجدك، تعاملك مع نفسك، كلما تحسن أسلوبك أصبحت أكثر تأثيرا في الآخرين، كلما تحسن أسلوبك أصبحت أكثر تأثيرا في الآخرين. أحسن واحد خلقه الله جعل عنده أسلوبا مؤثرا جاذبا من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك خلقه الله وبعثه ثم قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللي يبغى يقتدي في طريق الإلقاء فليقتدي به، طريق التعامل مع الزوجة فليقتدي به، طريقة التعامل مع الأبناء فليقتدي به، طريقة التعامل مع الجيران فليقتدي به، طريقة التعامل مع الكبار مع الصغار مع الأغنياء مع الفقراء فليقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كانت أخلاقه وسيرته مدرسة لمن أراد فعلا أن يتذكر أن يتعلم. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من بعض الأساليب غير مناسبة التي ربما يمارسها بعض الناس، يحذرهم منها ويعدلهم إذا فعلوا فيها خطأ لأجل أن يعني يصبح تأثير المسلم أكثر. الإسلام يا جماعة يعني يدعو إلى حسن الخلق، يدعو إلى التآلف، إلى التراحم، إلى جذب الناس، إلى إعطاء الناس حقوقهم. كلما أصبحت مطبقا لهذه الأمور وفقت بإذن الله تعالى وصرت أكثر تأثيرا في الآخرين. أنا بين يدي عدد من القواعد المتعلقة بدعوة الناس إلى الخير، التأثير في الآخرين، كيف تستطيع أنك تدخل معهم؟ يعني أحيانا بعض الناس يعني
ليست المشكلة أحيانا في عدم قبول المنصوح للنصيحة، أحيانا المشكلة في طريقة إعطائك للنصيحة أنت، في طريقة إعطائك للنصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الأعرابي وبال في المسجد، جاء إلى جهة من جهات المسجد وبال. الرجل ما يدري عن أحكام المساجد، لا يعلم ذلك، لا يدري عن أحكام المساجد. يعني أذكر أحد المساجد مرة يسولف عليه الإمام، يقول دخل شخص، تدرون المساجد يكون فيها مكان أول شيء مواضي للغسيل اليدين وكذا، ثم دورات مياه في الداخل. فجاء شخص أول مرة يدخل مسجد، يعني هو جاء من خارج البلاد، أول مرة يدخل مسجد بهذا الترتيب يعني، ودورات مياه بهذا الترتيب، وكان يريد أن يتبول، ولم ينتبه أن البول يكون في الحمامات الداخلية. فجاء إلى المكان الخاص بغسيل الأيدي اللي هو على الأرض يعني، وكشف يعني عن نفسه، وجعل وجهه الجدار وبدأ يتبول. طيب هذا الرجل هل هو تعمد أن ينجس المكان؟ المكان أصلا يعني أصلا في الغالب يعني أنه يحتاج إلى تنظيف دائم. ما تعمد الرجل أنه يعمل ريحة في المكان، ولا تعمد أن يكشف عورته، ولا تعمد أن يعني أن يغضب اللي عن يمينه، لأن في ناس قاعدين يتوضون ترى، وجاء الرجل واقترب من الجدار حتى لا يروا عورته وتبول. طيب هل هو تعمد أن يؤذيهم؟ سؤال. تعمد توقعون؟ لا، هو كان قصده يعمل مشكلة يعني؟ أجيبه لا. يا أخي الرجل مسكين أول مرة يأتي ويرى مسجد بهالحال، فلو أن الذي بجانبه قال أنت مجنون، أنت كذا أمسك الرجال مدري إيش، يا أخي أرفق به، هو لا يدري، لم يقصد إهانتكم ولم يقصد أن يصيبكم شيء من بوله، لكن يظن أن هذا المكان من أراد أن يتبول فليتبول فيه، هكذا ظن. كذلك الرجل اللي دخل إلى المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رجل جاء إلى ناحية من نواحي المسجد وعلى جنب، وجلس الرجل بكل هدوء يتبول مثل ما يفعل لو أنه في الطريق وحضره البول، يأتي عند جدار ويتبول، كذا كانت طبيعتهم أصلا. فشوف الفرق بين أسلوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسلوب غيره، حتى تعلم أن المسألة أسلوب جاذب. فالصحابة تصرفوا معه التصرف المعتاد الذي سنتصرف به نحن لو كنا موجودين، وربنا تصرف ما هو أسوأ بعد. فأراد هذا أن يقوم وهذا أن يقوم إليه ليمنعه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزرموه، لا تعجلوا عليه، لا تقطع عليه بوله، لا، يمنعهم. حتى إذا انتهى من بوله دعاه النبي عليه الصلاة والسلام بكل لطف وبين له، قال ترى هذا مسجد، يعني هذا يختلف عن غيره من الأماكن، أنت ربما حديث إسلام أول مرة في حياتك تدخل مسجد، ترى هذا مسجد له أحكامه. قال إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن. الرجل خلاص فهمت، جزاك الله خير، والله ما كنت أدري. طيب خلاص البول صبوا على بول الأعرابي ذنوبا مما، صبوا عليه ذنوبا مما وانتهينا. فالإنسان إذا كان يجهل الشيء يعلم ولا يضحك عليه، ولا هذا هو الأسلوب الذي ينبغي أن نكون عليه. أنا أذكر كان عندنا احتفال للطلاب في الجامعة، يعني احتفال تخرج، فدعي أولياء الأمور، فأحد أولياء الأمور رجل يعني تربى في القرية، ورجل خير لكن تربى في القرية وليس له علاقة بالمدن، وتربى على طريقة الأولين اللي بيشرب ماء يشرب ماء في إناء كبير، يعني هذه الطريقة اللي ماشيين عليها. فوزعوا عليهم عصير على اللي جالسين قدام، وكأس العصير معه سترو، معه مزاز. فالرجل وضع فمه على المزاز ورفع العصير وانسكب العصير عليه. أنا لا ألومه لما صنع ذلك، لأن الأمر جديد عليه، فلو أن أحدا ضحك عليه وذمه نقول يا أخي مالك حق، الرجل أول مرة يرى هذا الشيء، من الطبيعي أن يقع منه هذا التصرف. فكذلك نحن عندما نتعامل مع الناس، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو سيدنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتباعه عليه الصلاة والسلام في طريقة تعامله، في رحمته بالآخرين، في طريقة دعوتهم، هذا مهم. نحن كلنا نعتبر دعاة، أن تنصح جارك إذا أنت داعية، أن تنصح ولدك تقول له يا ولدي ليش ما صليت معنا، أنت داعية، أن تنصح ابنتك تقول يا بنتي لا تنظري إلى كذا في الآيبات، أنت داعية،
أنت تنصح زميلك لما يتكلم مع أمه بالتلفون تقول يا أخي حسن أسلوبك مع والدتك، أنت داعية، أنت كتبت لك كلمتين يعني مفيدة بالواتس أب وأرسلتها إلى غيرك، أنت داعية. ليس شرطا عندما نتكلم عن الدعوة أن تظن أنه الشخص المتفرغ لها الذي ليس له شغل إلا هي، لا، باب الدعوة أوسع من ذلك بكثير. وكل من كان مسلما فهو في الحقيقة المفترض أنه يكون له تأثير في الدعوة والخير. طبعا وظيفة الأنبياء التي بعثهم الله تعالى لها هي الدعوة إلى الله تعالى. قل هذه سبيلي، ماذا أفعل؟ أدعو إلى الله على بصير. ولما أنزل الله تعالى كتابه على نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى له: فلذلك فادعو واستقم كما أمرت. فأمره ربنا جل وعلا بالدعوة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على دعوة الناس إلى الله وعلى التأثير فيهم، وكان يتعامل مع كل الناس لدعوتهم وجذبهم إلى الخير ومحاولة إدخال الهداية وإدخال الإيمان إلى قلوبهم. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يحرص فقط على الوجهاء من الناس، لا، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا إلى الله تعالى دعا الناس جميعا. لم يكن يحرص فقط على الوجيه منهم والرجل الغني أو كذا، إنما كانت دعوته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس. خرج صلى الله عليه وآله وسلم من الطائف. هو طبعا لما توفيت خديجة رضي الله عنها ثم توفي عمه أبو طالب، وقد كان عمه أبو طالب يحوطه ويحميه، فإنه عليه الصلاة والسلام نشأ يتيما، وكان جده عبد المطلب هو القائم على شؤونه، ثم توفي جده فكفله عمه، وعمه كان يحبه ويحميه ويدافع عنه، فتوفي عمه أبو طالب وزوجته خديجة في نفس العام، وسمي بعام الحزن. وكان عليه الصلاة والسلام عنده في بيته الأطفال الصغار، والناس يعني كثير منهم يكذبه في دعوته، وربما استهزأوا به عليه الصلاة والسلام في أوائل الدعوة. فكان عليه الصلاة والسلام يبحث عن مكان يذهب إليه لأجل أن ينصروه، فذهب إلى الطائف. ولما أقبل إلى الطائف ودخل سأل قال: وين يعني أكبر أهل الطائف؟ كان معه علي رضي الله عنه. قال: وين أكبر أهل الطائف ووجهاء أهل الطائف؟ قالوا له: ثلاثة أبناء عبد ياليل، مثل لما تقول أبناء أبو عبد الله، أبناء عبد الغني، أبناء، قالوا أبناء عبد ياليل، هؤلاء هم وجهاء الطائف. فتوجه صلى الله عليه وسلم إليهم، قال لهم: أنا رسول أرسلني رب العالمين حتى تعبدوه وحده لا تشركوا به شيئا، الله اللي خلقكم ورزقكم وجعل يدعوهم إلى الله وإلى التوحيد. هذه الأصنام التي تعبدونها هي مجرد أحجار، لو مررت بها وبصقت عليها ما دفعت عن نفسها بصاقك، ولو مر بها إنسان وقذف عليها نجاسة لما دفعت عن نفسها هذه النجاسة، هذه لا تنفع نفسها، كيف تنفعكم؟ وجعل يدعوهم. فقال له أحدهم: يعني الله ما وجد أحد غيرك يرسله؟ وقال الثاني: هو يسلح على الكعبة، يعني يقول أنه يتغوط على الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الثالث: إن كنت رسولا فأنت أعظم من أن أرد عليك أن أجيبك، وإن كنت غير رسول فلا تستحق أني أجيبك. يعني كيف يعني ما في قبول أبد؟ وإذا هم كلهم لا يقبلون، لم يقبلوا دعوته. فمضى صلى الله عليه وسلم وتركهم وقال: اكتموا عني. طيب لا تخبروا قريش بس بالكلام اللي قلتوا لي، لأن قريش أصلا كانت تكيد للنبي صلى الله عليه وسلم أنواع المكائد، فهو ما يريد يرجع ويزيد مشاكل. يقول: الكلام اللي قلتوا لي هذا لا تخبروا به قريشا بس، حتى ما تزداد قريش عتوا لما تحس تقول: آه ما هم أهل الطائف قالوا لك كذا، والقبيلة الفلانية قالوا لك كذا، إذا نحن معنا حق أن احنا نردك ونفعل. ثم مضى وأغروا به سفهاءهم كما تعلمون، وصاروا يعني يرجمونه صلى الله عليه وسلم بالعجارة، حتى مشى مشيا طويلا اقترب من مكة وتعب، فجاء إلى بستان واتكى على الجدار وجلس. ف
فرآه اثنان هم أصلا من أهل مكة لكن عندهم بستان في الطائف، فهم أحيانا ينزلون لبستاني. وكان أهل الطائف، كان أهل مكة كما تعلمون يعني علاقتهم بالطائف قوية، خاصة ما يتعلق ب يعني بساتين الطائف وكذا. تذكروا أن عمرو بن العاص كان له بستان جميل في الطائف اسمه الوهط. فجلس مرة عمرو بن العاص مع معاوية، هذا في خلافة معاوية، وعمرو بن العاص كان من أصحابه وجلسائه. فقال له معاوية، وكلاهما داهية بالمناسبة، كلاهما من دهاة العرب، فقال معاوية لعمر: يا عمر أنا عندي طلب. قل تم. أبي أطلبك إياه وتقول تم. قال عمر: تم، لكن أنا بعد عندي طلب، إذا طلبت طلبك أبي أطلب طلبي. قل تم. قال معاوية: تم. فقال عمر لمعاوية: ما هو طلبك؟ قال: أن تعطيني بستانك الوهط اللي في الطائف، بستان كبير وكان عنبه كثير. قالوا: حتى أن مرة حمل العنب إلى عنب بعدما صار زبيبا، حمل إلى عمر ووضعه في مكان كبير حتى يجف أسود. فأقبل رجل وقال: أحرة المدينة ها هنا. حرة المدينة تعرفونها، الحرة الأرض السوداء البركانية. يقول: نقلت أرض المدينة جبتها هنا من كثر الزبيب. الشاهد، فقال له معاوية: يا عمر طلبي أن تعطيني بستانك الوهط اللي في الطائف. الرجال قال: تم، خلاص. قال: تم، هو لك. قال: جزاك الله خير وشكرا، ها يا عمر ما هو طلبك؟ قال: أن تعيده إلي. قال: تم. هذه أسرع مبايعة في التاريخ. أسرع هبة يعني. فالمقصود كان لهم يعني نزول إلى يعني مجيء إلى الطائف، وعندهم بساتين. فكان هناك رجلان من قريش عندهما بستان في الطائف، فرأي النبي عليه الصلاة والسلام من بعيد وعرفاه، فقال أحدهما للآخر: أرسل إليه شيئا من طعام. فأرسل غلاما لهما اسمه عداس، كان نصرانيا من أهل العراق، فأرسلاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء عداس بالعنب وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بسم الله، وضع يده بيأكل. قال عداس: بسم الله، من أين جئت بهذه؟ قال: الله اللي خلقني وخلقك. قال: إن هذه لفظة لا أسمعها مع هؤلاء، ما عندهم هؤلاء قبل الطعام بسم الله والحمد لله، ما عندهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اسمك؟ قال: أنا عداس. قال: من أي البلدان؟ قال: من قرية نينوى. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه قرية أخي العبد الصالح يونس بن متى. فقال عداس: تعرف يونس بن متى؟ عداس هالمعلومات سمعها وهو صغير في بلدته، ولما انتقل إلى العمل مع كفار قريش ما يسمع هالأشياء كلها. قال: وتعرف يونس بن متى؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، ذاك أخي. قال: أخوك؟ قال: نعم، ذاك أخي، هو نبي وأنا نبي. وجعل صلى الله عليه وسلم يدعوه للإسلام. شوف هم الدعوة اللي يمشي مع الإنسان في كل مكان، جعل يدعوه للإسلام حتى أسلم في مكان عداس. ثم رجع، ثم قال أحدهما للآخر، القرشيان، قال: أرسل إلى غلامك لا يفسده عليك، يعني أخاف يسلم بعد. فناديه وجاء ورجع إليهما، قال: ما حبسك معه؟ ليش جلست عنده؟ فقال: قد والله حدثني بحديث لا يعرفه إلا نبي. هذا تراه نبي، حدثني بأخبار يعني عن الأنبياء وقرية نينوى، معلومات ما تعرفونها أنتم يا قريش، حدثني بحديث لا يعرفه إلا نبي. فهذا من حرص صلى الله عليه وسلم على أنه، وهو مجهد ومتعب وكانت قدماه تسيل بالدم، ومع ذلك حرص عليه الصلاة والسلام على أني ما دام وجدت هذا الغلام خليه يدخل في الإسلام، من يدري
ربما أن الله تعالى يفتح على قلبه. إذا حملت هذا الهم وصار عندك هالأسلوب الرفيق مع الناس وفقت. وكان عليه الصلاة والسلام يرأف بالجميع. سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يعيش في فارس، وكان أهل فارس يعبدون النار، وكان أبو سلمان الفارسي هو شيخ المجوس في ذلك المكان، في تلك القرية هو شيخهم، وهو الذي تشعل النار في داره، عنده في داره فناء، النار تبقى مشتعلة 24 ساعة. هم المجوس عندهم أن الكون له خالقان، ظلمة ونور، هكذا يعتقدون المجوس. فهم يعتقدون أن النور أكبر مصدر للنور النار، فما دام النار مشتعلة معناه فيه نور، ومعناه إذن فيه خير في الأرض. هم يعتقدون النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ولذلك يحرصون على أن يجعلوا النار مشتعلة 24 ساعة حتى يشعروا أن الخير موجود، هكذا أن إله النور موجود كذا، ولذلك يعبدون النار لأنها مصدر إلههم. هذا سبب عبادة المجوس للنار. فكان أبوه هو حارس النار، هو شيخ النار، وكان يجعل ولده عند النار يحرسها لا تنطفئ أبدا، عندها الحطب كلما بدأت النار تخبو رمى فيها من الحطب حتى تستمر النار تشتعل يعني. وكان أبوه مغلق عليه، ما يخليه يطلع أبدا، يخاف عليه ويحبه حبا عظيما، لدرجة أنه يمنعه يقيم أي علاقة بالناس. أنت في هالبيت إيش اللي يطلعك؟ أكل وشرب وحمام ونوم، وعندها النار لا تغادرها أبدا. يقول فكان أبي يحبسني كما تحبس الفتاة، خائف علي من كل شيء. يوم من الأيام انشغل أبوه ببناء في البيت، عندهم توسعة في البيت، غرفة غرفتين شيء، فانشغل فقال لابنه سلمان، قال يا سلمان إني قد شغلت ببناء لي في البيت اليوم، فاذهب إلى ضيعتي، إلى ضيعتي يعني إلى المزرعة، واصنع فيها كذا وكذا. قلت طيب، وجاء سلمان وطالع، أول مرة يطلع من البيت، مسجون في هالبيت دائما. وهو في الطريق إلى الضيعة مر بكنيسة من كنائس النصارى، وإذا فيها قوم يقرؤون ويتعبدون، فأعجبه حالهم، ودخل وأخذ ينظر إليهم، إلا هذا يصلي وهذا يسجد وهذا قائم وهذا يقرأ. قال هذول أحسن من اللي من سجودنا عند النار، وش استفدنا من النار إلا الحر والله هؤلاء دينهم أحسن. وجلس ينظر إليهم ولم يستطع مفارقتهم حتى غابت الشمس وانشغل عليه أبوه. الولد تأخر وأرسل وراءه الخدم يبحثون عنه ولم يجدوه، راحوا للضيعة قالوا والله اليوم سلمان ما جاءنا، كيف الولد لا يكون مات لا يكون؟ وجعل أبوه يترقب ما يدري وين الولد. فلما أظلم الليل إلا سلمان راجع، قال له أبوه يا بني أين كنت؟ قال يا أبتي. قال هل أتيت الضيعة؟ قال لا والله ما ذهبت. قال لماذا؟ قال إني قد مررت بقوم يتعبدون في كنيسة فأعجبتني صلاتهم. قال لا عليك، صلاتنا وديننا خير من دينهم. قال لا والله بل دينهم خير من ديننا، أنا أحس إن دينهم هذا أحسن من ديننا، بل دينهم خير من ديننا. وسبحان الله بالمناسبة ترى يعني في ذلك الحين ما كان الإسلام يعني ظهر، والعبادة لله بطبيعتها جاذبة للآخرين، تعطيهم راحة. هؤلاء النصارى كانوا على الدين الصحيح، لم يقع عندهم تحريف بعد كما سيأتي معنا. ولذلك حتى اليوم في الخارج تجد أن بعض الناس غير المسلمين بمجرد رؤيته المسلم يسجد ويركع ويصلي ويتلو القرآن يشعر بنوع من الراحة. كان في لوس أنجلوس مسجد الملك فهد هناك إمامه أحد أصدقائي، رجع الآن، رجع قبل سنوات، يحدثني بنفسه، يقول مرة من المرات
جاءت امرأة أمريكية ودخلت إلى قسم النساء وتركع تسجد معهم وهي لا حجاب ولا لباس ساتر ولا وتركع تسجد معهم وتطلع ثم تجي الصلاة اللي بعدها بكرة ولا بعده وتعمل مثلهم تأتي في الصلوات الجهرية. يقول فحدثوني بصفة الإمام قالوا ترى في واحدة تأتي وكذا ما ندري ماذا نفعل. يقول فأوصيت يعني إحدى الأخوات اللي مهتمة اسأليها اجلسي معها. فسألتها قالت عفوا أنت مسلمة حتى بس نعلمك ترى الإسلام يعني يقتضي البسي لبس ساتر للصلاة احضري معنا مثلا درس عن الفاتحة وقصار السور وكذا. قالت لا أنا لست مسلمة. قال طيب يعني عفوا ما الذي يجيء بك إلى المسجد؟ ليش ما تتعلمين الإسلام؟ قالت لا ما أريد الإسلام. طيب ليش تأتين للمسجد؟ فقالت أنا عندي اضطراب واكتئاب وكذا فذهبت إلى أطباء وأعطوني حبوب وصار لها مضاعفات عندي وتركتها. ثم ذهبت إلى القسيس قلت له أنا عندي اكتئاب. قال تعالي احضري معنا القداس. فحضرت ما حسيت أني استفدت. فقيل لي إن المسلمين عندهم أيضا عبادة روحي جربي. تقول فصرت آتي إليكم فلما أسمع القداس هي تقصد بالقداس التلاوة لما أسمع أشعر بارتياح شديد ولما أضع وجهي على الأرض مثلكم أشعر بارتياح شديد ما ودي أرفع رأسي. هذا وهي ما تسبح ولا تهلل مجرد بس هالسجود إلى القبلة مع مسلمين. تقول فأشعر بارتياح شديد فأنا إذا اشتد معي هذا الاكتئاب جئت إليكم وأفعل هذا الفعل معكم مرة واحدة اللي هو الاستماع إلى القراءة والسجود وكذا يكفيني يومين ثلاثة راحة ثم إذا اشتد علي مرة ثانية جئت إليكم ولا أنا ما أريد الإسلام. ولا شرحوا لها الإسلام وبينوه لها وإلى آخره. لكن أقصد أن العبادة والدين الصحيح المتوافق مع الفطرة هو بطبيعته جاذب للآخرين حتى لو لم يدخلوا في الإسلام على الأقل رؤيته لك وأنت تصلي وأنت تتلو القرآن وأنت تتعبد هذا بلا شك أنه أمر جاذب. خاصة يا جماعة أننا اليوم في وقت ربما حصل تشويه للإسلام ومن خلال عدد من القنوات وعدد مواقع الإنترنت نحن مطالبون أن نصفي الإسلام من مثل هذه الشوائب. سلمان رأى هؤلاء وشعر بارتياح شعر أن هذا متوافق مع الفطرة اللي ربي خلقني عليها. الله خلقني على فطرة على عبادته ولذلك لما يعبد النار يشعر أني أنا غير مرتاح لمثل هالفعل. لا العبادة الصحيحة تتوافق مع الفطرة. قال له أبو اترك عنك هؤلاء. قال بل دينهم أحسن من ديننا. يقول فأدخلني أبي وقيدني ربطني في البيت قال ما في طلعة من البيت. يقول فأرسلت إلى أولئك قلت لهم أين أصل دينكم؟ دينكم هذا أنا أريد أذهب لأصله للعلماء حقه. قالوا في الشام. قلت فإذا سمعتم بركب تجار سيخرجون إلى الشام فبلغوني. قالوا طيب وانتظر أيام. هم ربط في البيت الآن. فأرسلوا إليه قالوا لا ترى في تجار الآن مغادرين إلى الشام جايين تجار قدموا إلى فارس جاءوا من الشام عندهم تجارة بيرجعون. قال متى رجوعهم؟ قالوا ما ندري هم الآن وصلوا. فأرسل إليهم قال إذا عزموا على الذهاب على المغادرة خبروني. ومضى كم يوم وأرسلوا له قالوا ترى التجار بيمشون إلى الشام. ففك قيده وهرب حتى أقبل إلى هؤلاء التجار وركب معهم متوجها إلى الشام. وصل إلى الشام قال لهم أين الأسقف؟ وين الشيخ حقكم؟ قالوا الأسقف في الكنيسة هذا أعلم الناس بديننا. فمضى ودخل على الأسقف وسلم عليه قال له أنا جئتك من فارس وأنا أبوي شيخ وأنا ما جئتك أبحث عن مال ولا أبحث عن عز ولا عن شرف. أنا رجل أصلا حصلت هذا عند قومي أنا أريد دين هل تأذن لي أني أبقى معك وأخدمك وأتعلم منك؟ قال يا مرحبا.
وبقي سلمان عنده. لكن هذا الأسقف ما كان إنسان جيد، كان حرامي، كان يقول للناس تصدقوا تصدقوا، فإذا تصدقوا أخذ أموالهم وسرقها لنفسه، وكان عنده قلال يعني مثل الجرار من فخار يعبيها. هذا يأتي بأساور زوجته يقول هذه صدقة يا أسقف، يأخذها شكرا والله إن شاء الله يتقبل منك، ثم يروح يخبيها فيها الجرة. يجي واحد ثاني معه ربما خواتم لابنته يتصدق بها، تفضل هذه خواتم بنتي نتصدق بها، قال شكرا أنت إنسان طيب والله يتقبل منك، يروح يحطها فيها الجرة. حتى ملأ 7 قلال ذهب، أعوذ بالله. طيب وش يستفيد؟ ماذا يستفيد منها؟ ترى سبحان الله، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، اللي يمنع ماله يمنع ماله، هذا أعوذ بالله ما يعني، خاصة إذا كان ما هو بشخص والله بيبني له بيت ويستمتع، ولا بيشتري له شيء ويستمتع به، ولا بيتزوج ويصير عنده عيال وينفق عليهم، لا كذا بس يجمع الفلوس. يقول سلمان وأنا ما أستطيع أن أتكلم، أفرض أن سلمان جاء إليهم وقال لهم يا جماعة ترى هالرجال حرامي، توقع بيصدقونه ويشكون في هذا الأسقف؟ بل ربما قتلوا سلمان، قالوا له أن تتهم شيخنا. فسلمان ساكت، يقول لكنه رجل سوء حرامي. يقول حتى مات، فلما مات أقبلوا ليدفنوه، قلت لا تدفنوه ما يستاهل تدفنونه. قالوا ليش؟ قلت هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويمسك المال لنفسه. قالوا كذاب، قلت لا ماني بكذاب. قالوا هذا أسقف، قلت حتى لو أسقف هذا حرامي. قالوا إيش الدليل؟ قلت أنا أدلكم على كنزه. قالوا وين الكنز؟ قلت تعالوا. وجاء بهم إلى مكان قال احفروها هنا، فحفروا واستخرجوا القلال وصاروا يكبونها، فعرفوا أموالهم، يقول هذا خواتم بنتي وهذا يساور زوجتي والحرامي هذا اللي ما تصدق بها ولا أعطاها أحد. ثم ماذا يفعلون؟ مات الرجال خلاص، فصلبوه على نخلة ورموه بالحجارة، قالوا أنت لا تستحق من يدفنك. ثم جاءوا برجل آخر ووضعوه مكانه. هذا الرجل الآخر يقول سلمان والله ما رأيت رجلا لا يصلي 5 خيرا منه، يعني يقول إلا النبي صلى الله عليه وسلم خيرا منه، لكن في عصره يقول والله ما رأيت رجلا كان خيرا منه، رجل صالح وتقي وأخلاقه حسنة، يقول ومشتغل بالعبادة ليلا ونهارا، وبقيت معه سنين. يقول فحضره الموت، فجئت إليه قلت له أنت تعلم أني أنا طلعت أصلا من بلدي أبحث عن الحق وأبحث عن الخير، وبعدين كنت مع الأسقف اللي قبلك، وبعدين أنت أتيت مكانه، والحمد لله أنت رجل صالح، يعني أنا الآن ما أدري وين أذهب، أنت الآن بتموت أين أذهب؟ قال يا بني والله لا أعلم رجلا على ما نحن عليه، يعني على الدين الصحيح ما حرف، لا يقول عيسى ابن الله ولا اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، لا لا لا، على الدين الصحيح اللي جاء به عيسى اللي هو التوحيد، ما أعلم رجلا على التوحيد يعني عالم إلا رجلا بالموصل، ارجع للعراق رح للموصل، رجل تلقى فلان الفلاني اذهب إليه. يقول سلمان فبقيت معه حتى مات وجمعت متاعي وعلى الموصل. وصل إلى الموصل وجاء إلى الشخص وقال لأني كنت في فارس ثم ذهبت إلى فلان وأوصى بي إليك، تعرفه صاحبك؟ قال نعم أعرفه. قال هو اللي وصاني آتي إليك. قال يا مرحبا أقم عندي، وأقام عنده في كنيسته، ورجل صالح يصلي وصاحب عبادة وصاحب تقى وصاحب خير، حتى حضره الموت. سلمان أصلا ما يجيهم إلا وهم شيبان، يعني لا يقول واحد منكم، وهذا كل ما جاء عند واحد مات، ما هم شيبان أصلا، يعني لم يكونوا يعني شبابا صغار. حضره الموت فقال للسلمان إني كنت عند فلان ثم أرسلني إليك في الموصل، توصي بي إلى من؟ أنا أبغى أتعلم وأبغى واحد يعيني على الدين. قال يا بني لقد غير الناس وبدلوا،
لكن ما أعرف أحد على ما نحن عليه من الخير إلا رجلا في نصيبين. نصيبين اليوم في تركيا تابعة لمحافظة ماردين، يعني سكانها قرابة 100,000، يعني صغيرة المدينة. يقول: فذهبت من العراق إلى نصيبين، وجاء عندها العابد وقال الله يسلم عليك فلان وأرسلني إليك، وأنا أريد أن أتعلم منك الدين، يا مرحبا اجلس معي في الكنيسة. وجلس فترة يتعبد معه حتى حضره الموت. قال له: إلى من توصي بي؟ أنت بتموت الآن. قال: لا أعلم رجلا على ما نحن عليه إلا رجلا بعمورية. عمورية أيضا في جنوب تركيا، وهي التي وقعت فيها قصة المرأة التي أسرت فورب ومعتصماه انطلقت من أفواه إلى آخر، المرأة التي قالت ومعتصمة. فذهب إلى عمورية وبقي عند هذا الرجل العابد حتى حضره الموت. فقال للسلمان كما يقول لي قبله، قال له: أنا الآن ما أدري أذهب إلى من، توصي بي إلى من؟ قال: ما بقي أحد أوصي بك إليه. طيب ماذا أفعل؟ قال: ما في أحد، لقد غير الناس وبدلوا، أنا ما أعرف أحد الآن من النصارى إلا غير وبدل. قال: طيب أوصي بي إلى أحد. قال: لقد أضلك زمان نبي. احنا قربنا من زمان نبي بيظهر. هذا النبي له صفات. قال: ما صفاته؟ قال: يبعث مهاجره إلى أرض ذات نخل. شوف بعطيك، ترى ما هو بشجر زيتون وشجرتين مثل ما عندنا في الشام، لا لا، نخل. مهاجره إلى أرض، يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض ذات نخل بين حرتين. الحرة هي الأرض السوداء مثل أرض المدينة، حجارة بركانية يعني، بين حرتين، به علامات لا تخفى. قلت: ما علاماته؟ قال: يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، إذا رأيته عرفته، إن استطعت أن تلحق به فافعل. هذا يبعث بالحنيفية، بدين إبراهيم الحنيفية، دين إبراهيم اللي هو جدهم أصلا. يقول سلمان: وتوفي الرجل ولبثت في البلد واكتسبت حتى صار عندي بقرات وغنم وكذا. يقول: وأنا أترقب متى يأتي فرصة أطلع إلى ديار العرب، خاصة الرجل هناك في يعني جهة تركيا، ولم تجري العادة أن العرب حتى في تجارتهم يصلون إلى ذلك الموضع، حدهم الشام وأوائل الشام ويرجعون في التجارة. يقول: فمر بي نفر من قبيلة كلب العرب، قلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب معكم، أمشي معكم. طبعا هم ما راح يكلفهم شيء يعني، سوى أنه يبغى مجموعة بس يمشي معهم يعني. تحملوني إلى أرض العرب؟ قالوا: لا. قلت: أعطيكم أجرة. قالوا: إيش الأجرة؟ قلت: أعطيكم بقراتي هؤلاء وغنماتي، أعطيكم ثروتي كلها، بس احملوني معكم. قالوا: طيب تعال. وحملوني معهم وجابوه من تركيا، وساروا ساروا حتى قطعوا الشام واقتربوا من المدينة، وأقبلوا إلى وادي القرى. وادي القرى هذا بين تيمة وخيبر في شمال المدينة، وفيه نخل لكن ما في حرتين ولا في. يقول: فلما رأيت الوادي من بعيد النخل فرحت، قلت: هذا المكان اللي أنا أريد، يعني خلاص مفترض أنزل وأعيش مثل الناس. يقول: فلما وصلنا باعوني على أني عبد مملوك. أعوذ بالله، عبد مملوك؟ يقول: وأنا أقول: لا أنا حر. قالوا: هذا كذاب، إلا هذا عبد مملوك، وباعوني على أحد اليهود واشتراني. وكان العرب في السابق مع الأسف ربما اختطفوا أشخاصا وغلبوهم على أمرهم وباعوه على أنه عبد، وهو ما عاد يقدر يقاوم لأنه ممكن يقتل، والناس يصدقون هذا. من اللطائف، كان في واحد من الصحابة اسمه نعمان، ونعمان هذا مشتهر يعني له قصص في الطرفة والمزاح. في يوم من الأيام خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه ومعه نعمان ومعه مجموعة من الصحابة، خرجوا في طريق
في سفر، وكان معهم طعام، وقد جعل أبو بكر الحارس على هذا الطعام، مسؤول عن الطعام، واحد من الصحابة قال أنت اللي مسؤول عن الطعام. فكان هذا الصحابي يعطيهم كل يوم بمقدار معين حتى ما يخلص الأكل. فجاء نعمان إلى هذا الرجل وقال له أعطني تمر، قال لا ممنوع، هذا أبو بكر أمني أني لا أعطيكم كل يوم إلا المقدار الفلان، لو أفتح الأكياس وأقول خذوا كما تريدون انتهى في يوم واحد، لكن ما أعطيك إلا المقدار اللي حدده أبو بكر. قال يا أخي أعطني والله أنا جائع، قال لا ما فيه. يا أخي ذبحني الجوع أعطني أكل، قال لا ما فيه لين يجي أبو بكر. فمضى نعمان زعلان، وهم نازلين في مكان يعني يرتاحون، فرأى مجموعة من العرب، قال لهم أعطوني عندكم طعام عندكم شيء، قالوا أعطنا ثمن، قال أبيعكم عبدا لي، عندي عبد ببيعه. قال وين هالعبد؟ قال موجود عندي في مكاننا، لكن هذا العبد قوي وجيد وعاقل وشغيل، لكن فيه عيب واحد. قالوا إيش؟ قال أنه يدعي أنه حر، فإذا أنتم جئتم تأخذون ترى بيقول لكم أنا حر أنا حر، ما عليكم من تراه عبد، بس عنده هالمشكلة هو. قالوا هذه مقدور عليها يعني مشكلة ممكن نتجاوزها. قال يلا أعطوني أكل، فأعطوه كذا وقال تعالوا خذوا العبد. فلما وصلوا إلى موضعهم قال هل ترون العبد اللي الرجل اللي جالس هناك يحرس المتاع؟ قالوا نعم. قال ذاك العبد، روحوا خذوه، هو يقصد أنه عبد لله يعني. فأقبلوا إليه ليحملوه، قال ما تريدون؟ قالوا قد اشتريناك. قال ايش اللي اشتريتوني انا حر؟ قالوا عندنا خبر، احنا عارفين بالمشكلة هذه المحددة، احنا موافقين عليها، عندنا خبر. قال يا قوم، وربطوا الرجال وشالوه معهم. ونعمان ينظر، انا ما لي دخل، هم جو واشتروك. فلما رجع ابو بكر حدثه بعض الصحابة باللي حصل، قالوا ترى نعمان باع الرجال. كيف يا نعمان؟ قال يا أخي ما أعطاني أكل وذبحني الجوع، ورحت أبغى أكل وقالوا لازم تعطينا ثمن وأنا ما عندي ثمن. فمضى أبو بكر إليهم واسترجع الرجل. فمثل هذه الأمور كانت موجودة عند العرب. فهؤلاء باعوا سلمان على رجل يهودي. سلمان خلاص أنا ماذا أفعل؟ لو أبيت قتلت، ولا يستطيع يهرب، يهرب وين يروح يعني؟ فأخذ يشتغل عند هذا اليهودي، وهو يقول يا ترى هي الأرض اللي يهاجر إليها هذا الرجل اللي بيبعث ولا غيرها. ثم أقبل رجل من المدينة من يثرب إلى وادي القرى، رجل يهودي ابن عم اليهودي هذا، ورأى سلمان وشاف سلمان يشتغل واشتراه منه، قال احتاجه عندي في النخل، وركب سلمان معه ومضى. فلما أقبل سلمان إلى المدينة ورأى الحجارة السوداء ورأى النخل، قال هذه والله البلدة التي أخبرني الأسقف أنه سيبعث فيها هذا النبي، اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله. ودخل وأخذ يشتغل، يقول وكان الشغل كثيرا إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة وأنا ما أدري، ما عندها أي وسيلة أصلا إعلامية حتى يعرف فيها أخبار الدنيا، ما يدري، عندها اليهودي ويتعامل تعامل سيء، والرجل من يصبح إلى أن يمسي هو يشتغل في النخل، ما يدري إن بعث نبي، ما عنده فرصة يروح يسولف مع الناس ويتحدث وش الأخبار وش اللي حاصل. يقول بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ما أدري. وهاجر إلى المدينة، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم بعث ولبث 13 سنة في مكة ثم هاجر إلى المدينة وسلمان ما يدري. يقول حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فلما وصل إلى المدينة بينما أنا في رأس نخلة أعمل، وسيدي اللي هو اليهودي جالس في أصل النخلة جالس تحت وأنا أشتغل معلق فوق، إذ أقبل ابن عم له من جماعة اللي في المدينة وجلس يسولف معه وسلمان فوق يشتغل، وإذا هذا اليهودي يقول لابن عمه، يقول للسيد، يقول له قاتل الله بني قيلة
يقصد ببني قيلة الأوس والخزرج. الأوس والخزرج لهم جدة اسمها قيلة، فكانوا إذا أرادوا أن يذمهم يقولون عيال فلانة. قال: قاتل الله بني قيلة، إنهم لمجتمعون الآن على رجل بقباء جاءهم من مكة يزعمون أنه نبي. أوه، هذه المعلومة اللي صار لسلمان سنين يركض وراءها. يقول: فأخذتني العروراء، قمت انتفض حتى كدت أسقط على سيدي، بغيت أطيح عليهم من الروعة، يعني من الخبر. يقول: فنزلت وجئت إليه وقلت: ما تقول ما تقول، أعد علي، ما تقول ما تقول. يقول: فلطمني سيدي لطمة، قال: ما أنت وذاك، وش دخلك يعني، أرجع إلى شغلك. يقول: فرقيت إلى شغلي. يقول: وأنا منشغل البال. يقول: حتى إذا أظلم الليل، خلاص مع غياب الشمس ما عاد في شغل، أظلمت الدنيا يعني. حتى إذا أظلم الليل أخذت بعض التمر وذهبت وسألت: وين هذا الرجل اللي يقول إنه نبي، اللهم صل وسلم على رسول الله. فدلوني، فجئت وإذا هو بين أصحابه جالس، وإلى الآن يريد يتأكد، لأنه أول أسقف ذهب عنده صار رجل غير صالح، هو يريد يتأكد الآن. يقول: فجئت إليه ومعي التمر وقلت: إني سمعت أنكم قوم صالحون ومعك رجال صالحين، فهذا مال أعددته للصدقة، لأن الأسقف قال له يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، هذه صفاته. هذا مال أعددته للصدقة ووضعته، بشوف هو بيأكل. يقول: فدفعه إلى أصحابه وقال: كلوا. هذه أولها، لو كان الرجل من عامة الناس بيأكل جائع وتمر طيب باكل، قلت هذه أولها. ثم ذهبت أياما، لأن السيدة ما يخليه يفرغ. ثم أخذت تمرا وجئت إليه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري من هذا اللي جاي أصلا، النبي عليه الصلاة والسلام جديد على المدينة، والمدينة مليئة بالناس، العبيد المماليك والناس الكبار والصغار، ما يدري، ما يعرف أشخاصهم يعني، جديد على البلد، ولا يدري إن هذا سلمان وإنك جاي من فارس. وإنه يقول: فجئت وقلت: إني رأيتك لم تأكل من الصدقة اللي قبل كم يوم، فهذا طعام هدية وضعته. يقول: فقربه وقال لأصحابه: كلوا، وأكل. قلت هذه الثانية، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ومهاجر إلى بلدة ذات نخل وهي بين حرتين، حجارة، كل الصفات موجودة، بقي صفة واحدة، ما هي؟ خاتم النبوة. وصعب سلمان يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وأنا ما يعرفني ولا بيني وبينه علاقة، وأقول له: ممكن تكشف لي ظهرك أشوفه؟ صعبة، ولا يمكن يعني أن يتصور أن بهذه الجرأة أن يقولها. فهو يبغى فرصة، فصار سلمان كل مرة يأتي يبغى فرصة ما تصير فرصة، لحد ما مرة جاء في الظهر، وإذا النبي عليه الصلاة والسلام جهة المقبرة يدفن أحد أصحابه. جالسين في الحر ينتظرون القبر يحفر يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ينتظر، الصحابة معه، وجاء سلمان وهو عليه الصلاة والسلام عليه إزار ورداء مثل لباس الإحرام، هذا لباسهم العادي اللي كانوا يلبسونه. يقول سلمان: فجئت وإذا هم جالسين، فصرت أجيء من خلفه، محرج ما يبغى أحد يلاحظ يعني، صرت أجيء من خلفه وحاول أني أنظر. طبعا الرداء عند الرقبة كذا ومغطي، لا يمكن ينظر إلا إذا حرك الرداء يعني، صعب يجي يحرك رداء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فشعر بي النبي عليه الصلاة والسلام، حرك رداءه وأسقطه، فرأيت بين كتفيه خاتم النبوة، اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. خاتم النبوة وصفه الصحابة قالوا: مثل بيضة الحجلة، يعني هو بروز بين الكتفين في خلقته، يعني في
مخلوق معه ليبين أن هذا نبي. لا يكفي بس أنه نبي أنه قال لهم أنا نبي وأنا لا، هذا شيء حسي يرونه بأعينهم. يقول فحرك الرداء وسقط الرداء، ونظر سلمان لخاتم النبوة فبكى انفجر وانكب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ضمه ويبكي يبكي ويقبله يبكي يبكي، وتركها النبي عليه الصلاة والسلام. المشاعر اللي صار لها سنين وهي محتبسة خليه يظهر محبته وجعل يبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم تارك، والرجال يشهق بكى تارك أهله وأباه وأمه وإخوان كله عشان يصل إليك. الصحابة ما يدرون أصلا، ما يعرفون من هذا، وجعل يبكي. تركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من بكائه، وهو ضام من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قادر يتركه، حتى إذا هدأ وترك النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يمسح دمعه، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام رداءه ولبسه، قال تحول، يعني تعال من قدام تحول. فجاء من أمامه قال ما خبرك ما خبرك؟ قال يا رسول الله أنا كنت ولد شيخ من شيوخ قومي، أبوي هو سيد قومه، وبعدين طلعت يوم من الأيام وشفت ناس يتعبدون عند كنيسة وجئت إليهم وإذا العبادة كذا، وبعدين قلت أين أصل دينك ورحت وصرت عند أسقف وصار حرامي، وبعدين الأسقف اللي بعده، ثم ذهبت إلى الموصل، بعدين رحت لنصيبين، بعدين رحت العمورية، بعدين قالوا كذا، بعدين باعوني عبد، وترى أنا حر والله، أبوي رئيس قومه، لكن أنا الآن عبد مملوك عند اليهودي الفلاني، وقال لي إن في صفات لهذا النبي، وبقي صفة وحده أنا صار لي فترة وأنا أريد أتأكد منها حتى تأكدت اليوم، فلا تلومني يعني. ففرح به النبي عليه الصلاة والسلام واستبشر، وأعجبه أن يسمع الصحابة هذه القصة. ليش؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم وده أن الصحابة يسمعون القصة؟ أحسنت، حتى يعرفوا أن الأديان الثانية مقرة أني نبي، يعني اللي منكم يا صحابة إلى الآن ربما يحتاج أدلة، ترى هذا دليل، شوف هالرجال جاي من بعيد ما بينه وبينه اتفاق، وجاي يخبرني أن الأساقفة اللي قبل في الأديان الأخرى يؤمنون بي ويستبشرون وينتظرون، ها ما عندكم شك الآن إن نبي خلاص. ثم قال صلى الله عليه وسلم طيب أنت الآن إيش؟ قال أنا عبد مملوك، والله أنا عبد مملوك، ما أقدر أحضر معك كل ما أريد ولا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام كاتب سيدك، يعني تعال عند سيدك وقل له أنت مثلا اشتريتني بكم، اشتريتني مثلا 100 درهم، كم تبيعني؟ أنا بعطيك 100 درهم واعتقني، هذه المكاتبة. قال هذا سيدي يهودي يا رسول الله، قال المهم كاتب شوف كم يدفع، كم يطالبك بالدفع. فذهب سلمان إليه وقال له أنا أريد أني أكاتبك. قال تكاتبني؟ قال نعم. قال طيب تعطيني 40 أوقية ذهب. 40 أوقية ذهب هذه اشترى بها 40 عبد. قال تعطيني 40 أوقية ذهب وتغرس لي 300 نخلة، أنت اللي تدبر النخل وتغرسها في أرض تصير الأرض ملكي، وأشترط عليك كل النخل هذا يعيش ما يموت ولا نخلة، إذا حققت لها الشيئين أعتقك. وش هالطلب هذا؟ جاء سلمان للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذا طلب يعني لا يمكن يصدق. إيش؟ قال يبغى 40 أوقية من ذهب ويريد 300 نخلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعينوا أخاكم. فصار الصحابة عندهم نخل، هذا يروح يجيب له مثلا يعني 40 نخلة، وهذا يجيب 30، وهذا يجيب 50، وهذا يجيب النخل الصغار الفسائل اللي تكون في جانب النخلة الكبيرة، ينتزعونها الفرخ هذا ويغرسونه من جديد. يقول فلما اجتمعت 300 نخلة قال النبي عليه الصلاة والسلام لي اذهب ففقر لها، احفر
رحت وحفرت لها أنا والصحابة 300 حفرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضعها حتى أكون أنا اللي أحضر. فلما حفرت 300 حفرة جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصار يأخذ النخلة ويحطها مكانها، وعاد الصحابة يهيلون التراب، ويأخذ الثانية ويحطها، ويأخذ الثالثة ويحطها، والرابعة، حتى غرس بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه 300 نخلة، بقي الذهب. وجاء سلمان عند اليهودي وقال تفضل هذا أرض فيها 300 نخلة تفضل. قال طيب بقي الذهب. فأوتي النبي عليه الصلاة والسلام بعد فترة بقطعة ذهب مثل البيضة، فقال أين الفارسي المكاتب أو المكاتب كلها صح يعني؟ قالوا يا رسول الله موجود. قال ادعوه إلي. فدعوا سلمان إليه فقال خذ أدي بها إلى صاحبه. قال يا رسول الله هذه وزنها ما يجي 40 وقية. قال خذ أوزن له منها. أخذ سلمان مثل البيضة من ذهب ومضى إلى الرجل اليهودي وقال له يلا أوزن. فوضعوا البيضة هذه في مثل البيضة، هي ليست بيضة لكن مثل البيضة قطعة ذهب، وضعوها في كفة ووضعوا أوقية إلا والله البيضة هذه أثقل، وضعوا الثانية الثالثة حتى أكمل 40 أوقية وإذا هي تكفيها. فأخذها وأعتق سلمان، لكنه ما حضر معركة بدر لأنه كان عبدا مملوكا، ولا حضر أحد كان عبدا مملوكا، حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق وما بعدها. انظر إلى تعامل الصلوات ربي وسلامه عليه معه لما كان سلمان عبدا مملوكا لا يلتفت إليه، ومع ذلك شوف كان صلى الله عليه وآله وسلم كيف يحتفي به ويهتم به ويعني يعطيه قدره، لأن عليه الصلاة والسلام ما كان يدعو فقط الوجهة، كان كل الناس بالنسبة إليه هم مجال للدعوة. هذا في خبر سلمان رضي الله تعالى عنه وكيف أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهتما به. ما كان عليه الصلاة والسلام عند دعوته للآخرين وعند معاملته الحسنة يتعامل فقط مع من لهم وجاهة، من لهم شأن، من لهم مكانة كبيرة وغيرهم، لا يتعامل معه التعامل الحسن، بل كان كل الناس بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم سواسية، سواسية في ابتسامته لهم، سواسية في تحمل أذاهم، سواسية في احتفائه بهم، سواسية في حسن ظنه بهم. ما كان صلى الله عليه وسلم يفرق بين هذا وهذا، كل واحد حسب أنت ابن من ولا تملك كم ولا نحو هذه من الأشياء التي الناس يختلفون فيها. بل كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يرسل رسائل ضمنية عن الآخرين يتحبب إليهم فيها. كيف؟ يعني الآن أفرض أنت لو كان بينك وبين مثلا أخيك مشكلة مثلا، ويعني وهو في نفسه شيء عليك وربما ما يسلم عليك ولا يريد يقابلك ولا، فجاءت يوم من الأيام زائرة لأمك، كلكم متزوجين كل واحد عنده بيته، فقلت لأمك هاي أمه من جائك اليوم؟ قالت والله جاني أخوك فلان اللي هو بينك وبينه مشكلة. فقلت أنت الله يذكره بالخير ويجزاه خير، والله يوم أني أحبه وما شاء الله رجل لطيف وكريم ويحظ الناس به، وقلت كلاما حسنا عنه. طيب ثم جاء بعد يومين أخوك لزيارة أمك، كم عندك احتمال أن أمك ستنقل إليه كلامك؟ 100%. وأنت عندما قلت هذا الكلام ترجو أن تنقل أمك إليه هذا ليتأثر به ويزول بعض ما في صدره. لكن لو أنك قلت لأمك يمه إذا جاءك قولي له أنني قولي له أنني قلت إنه إنسان طيب وإنه إنسان كذا وكذا وكذا، ستكون النقل، ستكون رسالة أضعف. لأنه إذا جاء بتقول والله كان عندي فلان وقال لي أقول لك إنك إنسان طيب وإنسان، إيه يقول خلاص ويبغى يراضين. لكن لما يأتي الكلام كأنه عفوي من غير يعني من غير تخطيط يكون هذا أكثر تأثيرا. هذا مهم، هذا اسمها الرسائل غير مباشرة اللي تتحبب إلى الناس بها. واحرص أنك تفعل هذا دائما. شفت أختك عندكم ها وش أخبار زوجك؟ قالت والله طيب، فتقول أنت والله النعم، والله أنه يعني نسيب طيب، والله يحفظه يوفق، أنا أحب الصراحة وأحب أني ألتقي به وأحب. أختك تجد أنها مثل الريح
تذهب إليه وتقول له ترى أخي قال عن كذا وكذا؟ ولو أثنيت على ولدها لقالت لولدها ترى فلان يثني عليك خالك ولا عمك؟ هذه اسمها يا جماعة رسائل غير مباشرة لكسب محبة الآخرين. افعلها حتى لما تزور واحد من أصحابك، جلست عنده وحط لك القهوة والشاي، بعدين تقول له والله يا أخي يا حظك بهالزوجة يا أخي، ما شاء الله عليك، والله قهوة طيبة وشاي لذيذ وهالتمر اللي مرتب، يا حظك بهالزوجة، الله يوفقها ويحفظها وهو إلى آخره. كم نسبة أنه سينقل هالكلام الحلو إليها؟ 0%؟ لا حول ولا قوة بالله. زين، تجد أنه يريد أن يعني يدخل السرور عليها، إذا كان يعني زوج صالح، يعني يريد أن يدخل السرور عليها بمثل هذا النقل. دائما هذه اسمها رسائل غير مباشرة لكسب مشاعر الآخرين. هذا مهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول جرير بن عبد الله البجلي عنه، يقول جرير: لما دنوت من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنخت راحلتي وحللت عيبتي، يعني حقيبتي فكيتها، ولبست حلتي تزين، ثم دخلت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يتكلم في المسجد. يقول: فلما دخلت رماني الناس بأبصارهم، كل اللي في المسجد التفتوا ينظرون إلي. قال: فجئت وجلست، ثم قلت الذي بجانبي، ما كانت خطبة جمعة هي، ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس يعني أمور دينهم وكذا، فقلت الذي بجانبي: يا عبد الله، هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري شيئا؟ أشوفكم كلكم أول ما دخلت التفتتم إلي، أكيد أن تكلم عني النبي صلى الله عليه وسلم، هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري شيئا؟ قال: نعم، ذكرك بأحسن الذكر. قلت: ماذا قال؟ قال: سيدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج رجل من خير ذي يمن. جرير بن عبد الله البجلي جاء من اليمن، فيقول: واحد من خيار أهل اليمن، وإن على وجهه مسحة ملك أو مسحة ملك، وكلاهما زينة. يعني إن وجه جرير بن عبد الله البجلي وجه زين، كأن ملكا مسح عليه فجعل فيه نورا، أو مسحة ملك كأنه يعني تربى مع الملوك يعني فصار مظهره حسنا. قال: على وجهه مسحة ملك أو مسحة ملك. يقول: فحمدت الله على ما أبلاني، يعني حمدت الله على هذا الخير الذي جاءني. هذه اسمها يا جماعة رسائل غير مباشرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلها إلى بعض الناس يتحبب إليهم بها. من رسائل غير المباشرة أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى مكة في عمرة القضاء، تعرفون لما جاء صلى الله عليه وسلم مع أصحابه 1400 صحابي ليعتمروا، فردتهم قريش فرجعوا، وكتب صلح الحديبية بينه وبين قريش ورجعوا. وكان من ضمن بنود الصلح أن يأتي المسلمون للعمرة متى؟ السنة اللي بعدها، العام القادم. سميت بعمرة القضاء أو القضية. فاتفقت قريش معهم ما تجلسون في مكة إلا 4 أيام. في بعض قريش لشدة بغضه للمسلمين ما تحمل أن يبقى في مكة ويرى المسلمين يطوفون ويمشون في شوارعها، وطلع من مكة، منهم عكرمة بن أبي جهل أسلم رضي الله عنه بعد ذلك، منهم خالد بن الوليد وأسلم رضي الله عنه بعد. هؤلاء من شدة بغضهم للمسلمين ما يتحمل يراهم، قال: أنا بطلع من مكة كلها ال4 أيام لحد ما يغادرون بعدين أرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل وطاف وسعى وخلص عمرته وجلس في مكة 3 أيام. فلما كان اليوم الرابع بيغادر، سأل الوليد بن الوليد أخو خالد بن الوليد، كان الوليد مسلما، فسأل عليه الصلاة والسلام، قال: يا وليد، أين خالد؟ فأحرج الوليد يجاوب، وش يقول؟ رسول الله ما يبغى يشوفكم وطلع من البلد؟ فقال: يا رسول الله، سمع بمقدمك فخرج من مكة، ما فيها، ما يريدكم، سمع بمقدمك فخرج من مكة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة
أول ما وصلت الخادم رسالة غير مباشرة، ما قال يا وليد قل له كذا وكذا، لا تكلم كأنه يقول وصل الكلام. قال قد كنت أعلم أن لخالد عقلا يهديه إلى الإسلام، عجبا أين ذهب به عقله عن الإسلام. يعني كأنه يقول يا أخي خالد ذكي، كيف ما اقتنع بالإسلام إلى الآن وهو ذكي؟ قال أين ذهب به عقله عن الإسلام؟ أما والله لو جاءنا لأكرمناه. شوف الحين هو طالع من البلد ما يبغى يشوفني، أنا لو يجيني أكرمته. إيش أحسن من هالكلام يا جماعة؟ أما والله لو جاءنا لأكرمناه. وسكت. هذا الكلام ما هو بينقله الوليد إلا يحفظه بالنص. يقول الوليد فأخذت صحيفة وكتبت الكلام، قلت يا خالد أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنك كذا وكذا، الحق نفسك، ترى يقول لو جاء أنا لأكرم، لا يجي أحد غيرك الحين ويكرمه النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ عليك المكان، يقول لو جاء أنا لأكرمنا، الحق نفسك. وترك الصحيفة، الوليد بيطلعون من مكة خلاص يرجعون للمدينة، فترك الصحيفة مع أحد الأشخاص، قال هذه رسالة إذا جاء أخوي خالد أعطه إياه. رجع خالد بعد هالأربعة أيام، فجاء إليه هذاك وقال هذه صحيفة من أخيك، فأخذها وفتحها، وإذا في هذه الصحيفة رسالة من الوليد تقول كذا وكذا وكذا، وأين ذهب بك عقلك؟ لو جاءنا لأكرمناه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم معجب، يطلع له إعجابه، مشاعره الحقيقية. فأطبق خالد الصحيفة وراح لبيته وحمل متاعه وركب على بعيره وطلع متخفيا بيذهب إلى المدينة. وهو طالع لقيه عمرو بن العاص، وعمر على بعيره، فقال له عمر إلى أين يا خالد؟ قال لي شأن يسير هنا بس بخلصه وارجع. يعني وأنت يا عمر وين رايح؟ قال أنا أيضا لي شأن يسير هنا بخلصه وارجع. قال طيب. وافترق كل واحد ما يبغى الثاني يدري عنه، ومشوا بعدين رجع للطريق الأصلي، طريق المدينة معروف، إلا التقوا مرة ثانية. قال العمر وين يا خالد؟ كل واحد ما يريد الثاني يدري عنه ويعلم قريش، وكلهم طالعين بيسلمون يعني. قال وين يا خالد؟ قال يا أخي أنا شغلي قدام شوي. قال وأنا شغلي بعد قدام. ثم افترقا ثم التقيا، وين يا خالد؟ قال يا أخي أنا رايح المدينة بأسلم. قال سبحان الله، وأنا رايح المدينة بأسلم بعد. فترافقا. يقول خالد فلما أقبلت إلى المدينة حدث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالد ترى ما هو بلعب، خالد قائد، 90 معركة مرت محجلة من بعد 10، بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله موقدها، وخالد في سبيل الله مذكيها. خالد حضر 100 معركة في الإسلام، يعني إنسان غير عادي رضي الله عنه. فلما أقبل إلى المدينة حدث النبي صلى الله عليه وسلم ترى خالد يريد يا رسول الله جاي، فاستبشر به. فكأن خالد تأخر يعني يتهيأ، وصل من سفر وضارب 450 كيلو على بعير، ويمكن صار لثلاث أربع أيام في الطريق، تعرف يحتاج الواحد يغتسل ويلبس ثيابا حسنا وكذا. فأقبل إليه الوليد يبحث عنه حتى وجده، قال يا خالد عجل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم بمقدمك فعجل تعال. يقول فأقبلت إليه، يخشف الأخلاق عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما رآني من بعيد تبسم، فلم، شوف العبارة بالنص، يقول فلم يزل متبسما حتى وقفت بين يديه. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني ما هو ابتسم كذا من بعيد وتركه وقام يكمل، لا، كأنه يقول عجل يا أخي تعال، أنا فرحان، أنا ماني قادر أفارق الابتسامة لرؤيتك. يقول فلم يزل متبسما حتى وقفت بين يديه، فقال لي قد كنت أعلم أن لك عقلا يهديك إلى الإسلام.
أدري أنك عاقل أنت، ما أنت بأي واحد. قد كنت أعلم أن لك عقلا يهديك إلى الإسلام. هذا يا جماعة اسمه إرسال رسائل غير مباشرة لهداية الآخرين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يفعل ذلك كثيرا. بقي معي عدد من الأمور لكن يبدو أن وقت الإقامة وصل. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا واشملنا يا ربي برحمتك، وأسبغ علينا نعمتك ظاهرة وباطنة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة